الجبهه بتاعتنا عندها موقف واضح مكتوب في الاوراق السياسيه وفي البيان التاسيسي الى اخره، انه احنا بنواجه جناحين للثوره المناطقه. الجناح الاولاني هو الاخوان المسلمين، اللي وانا قلت ده في الكلمه اللي انا قلتها، الجناح خان مبادئ الثوره، عمل ضدها، تحالف مع الاستبداد ضدها، وبالتالي لو لا مساحه لوجود هذا الجناح في جبهه بتشتغل على هذه المبادئ. وبالتالي ما فيش وجود شباب اخوان ولا قيادات اخوان ولا ناس مع الاخوان ولا في تصور لتحالف ولا عمل ولا تنسيق مشترك مع الاخوان. عشان يبقى كلام واضح، احنا بنمثل الدنارة في الاثنين، من هم في الحكم الان وفي المعارضه بتاعتهم، جناحين للثوره المضاده بيتقاتلوا على شيء لا علاقه له بالاهداف اللي احنا طلعنا عليها في يناير. واحنا بقى ملتزمين ضمن اخرين، وبندعو كل الناس الملتزمين باهداف يناير انهم يشتغلوا.